أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصول مجموعة من المتطوعين الشباب لمعبر رفح. يأتي ذلك استعدادا لدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ها هي تصل أضخم قافلة مساعدات إنسانية للتحالف الوطني إلى معبر رفح البري. أكثر من 106 قاطرات يصطفون أمام المعبر استعدادا لنقل المساعدات إلى قطاع غزة. الحمد لله الحمد لله، فضل من ربنا كان كلنا ثقة ان احنا ان شاء الله هنقدر نساعد اهالينا في فلسطين. عمري ما شفت الاحساس ده والمشاعر دي اللي طلعت من الناس عندنا وهم حتى بيشغلين في التعبئة بتاعت الكراتين. الوصول هنا رسالة قوية، بنقول ان احنا قادرين ان شاء الله نكمل كل ما هو داعم لشعب فلسطين بشكل عام والغزة بشكل خاص نظر الاحداث الحالية. احنا هنقوم بيه كتحالف وطني ومؤسسة جمال الجرحي. 106 قطرات محملة بالمواد الغذائية والمساعدات الطبية والإسعافات الأولية، حاملة معها شعارات مسافة السكة لأهل فلسطين. وصلنا الحمد لله عند معبر رفح، نفذة أمل جديدة. كل المتطوعين وبقالهم تقريبا 5 أيام ما بيناموش، ولكن نفذة أمل مجرد ما جينا وصلنا عند المعبر. بنحاول دايما ان احنا نلبي في أسرع وقت ندائهم، نلبي احتياجاتهم بأعلى جودة وبأفضل شكل. يعني احنا دلوقتي حاليا في معبر رفح ب 85 متطوع من حياة كريمة. الحمد لله احنا طبعا مساعدين وبنساهم لأشقائنا الفلسطينيين بالمساعدات والمعونات اللي جاية من تحت مصر. أسطول كبير من القافلات في مشهد مهيب يستعد لدخول المعبر قاصدا إغاثة الفلسطينيين بأسرع وقت، في دور قوي لمصر التي لا تغيب دائما عن مشهد مساندة الإخوة الفلسطينيين أينما كانوا.